واش نقدروا ربحوا منتخب جنوب افريقيا، او بأصح المفيد واش منتخب جنوب افريقيا قادر باش يقصينا من البطوله؟ باش نجاوبكم بكل صراحه على هذا التساؤل، جنوب افريقيا بطبيعه الحال قادر باش يقصين المنتخب المغربي، ويمكن بواحد النسبه اللي كبيره بزاف نتقصوا من الدور الثم النهائي. اما من حيث ديك الناس تيقولوا بلي راحنا قادرين باش نتاهلوا للدور الربع النهائي بكل سهوله، وكيقولوا بلي لا مقارنه بين اللاعبين ديال المنتخب المغربي واللاعبين ديال منتخب جنوب افريقيا. انا غادي نجاوبهم وغادي نقول لهم بلي منتخب جنوب افريقيا من ديك المنتخبات اللي كيلعبوا بحال المنتخب المصري، يعني بديك المنتخبات اللي كيعتمد على اللاعب المحلي، ولكن ديك اللاعبين المحليين كيلعبوا كلهم مع بعضياتهم، على هادشي كتلقاهم بلي مفاهمين بزاف مع بعضياتهم. واش راجع لي ان 9 ديال اللاعبين اللي كيلعبوا حاليا في منتخب جنوب افريقيا كلهم كيلعبوا في فريق واحد اللي هو فريق ماموردي سانداونز، وزاد تحت المدرب ديال جنوب افريقيا كيعتمد في التشكيله ديالو على جميع اللاعبين اللي كيلعبوا في جنوب افريقيا، من غير طبيعه الحال بيرسيتا اللي تيلعب فريق الاهلي المصري. وكيعطي غير باش نقول لكم بيرسيتا راه عنده واحد الخبره اللي كبيره افريقيا. اما من ناحيه اذا نشوفوا الاداء ديال جنوب افريقيا وخصوصا اللي تفرش منتخب جنوب افريقيا في هذا الموسم هذا، غادي تاكد مجوج ديال الحوايج. اول حاجه الخطوره ديال هذا المنتخب هذا كتكون في الشوط الثاني. ثاني حاجه المنتخب هذا كيلعب بالكرات الطوليه وبالتحديد الكرات اللي كتجي في الدار ديال المدافعين، يعني مثل كيعتمد على الهجمات المرتده بواحد السرعه اللي فائقه. اما من ناحيه البناء الهجومي في هذا المنتخب هذا نادرا فاش تيدير هذه الخاصيه هذه، ولكن كنشوفوا في معظم ديال المباراه كيعتمد 100% على لي كونتر اتاك او لا يبقى يشد الدفاع مزيان. يعني المنتخب في هذا الماتش هذا غادي يواجه واحد المنتخب اللي منظم دفاعيا وزيد عاوتاني كيلعب على الكرات المباشره، وهاد الخاصيه هادي خاصو يحضي منها وليد الركراكي. وانا كنشوف واحد جوج ديال الامور اللي غادي تاثر على المنتخب المغربي في هاد المباراه واللي كتجلى. اول حاجه المنتخب المغربي دائما كيدخل في الشوط الاول قوي ودائما كيكون في افضل ليفل ديالو في الشوط الاول، اما في الشوط الثاني كيبدا يتراجع بزاف بدنيا، وهاد الخاصيه هادي غتلعب لمنتخب جنوب افريقيا، لان منتخب جنوب افريقيا من ديك المنتخبات اللي كيلعبوا بواحد الاداء اللي تصاعدي، يعني في الشوط الاول تيكون شاد الدفاع مزيان، وكل ما كتوالي الدقائق ديال المباراه كل ما هذا الفريق هذا ديك الساعه تيبقى يطلع شويه شويه تيوصل ليفل ديالو. اما من ناحيه المنتخب المغربي وهذه الخاصيه اللي خايف ما يوقع فيها المنتخب، كيبدا بواحد الليفل اللي طالع بزاف، وكنشوفوا في الشوط الاول الخطوره كلها المنتخب المغربي، ولكن توالي الدقائق ديال المباراه كنشوفوا بلي المنتخب المغربي كيعيا ذهنيا وزيد عاوتاني تكتيكيا وزيد عاوتاني بدنيا، وهادشي اللي كيخلي جميع المنتخبات اللي كيواجهوا خصوصا في هذه البطوله هذه كنشوفوا في الشوط الثاني تيبقاو شادين المباراه على المنتخب المغربي. وافضل مثل هادشي منتخب زامبيا كونتر المنتخب المغربي في الشوط الثاني، كنا شفنا منتخب زامبيا هو اللي شاد الكره مزيان، وبلا ما نهضر على منتخب جمهوريه الكونغو واللي حتى هو في الشوط الثاني كان خطير بزاف، يعني المنتخب المغربي خاصو يدارك هذه النقطه هذه بالتحديد. اما بالنسبه لي شكون اقرب منتخب بين جنوب افريقيا والمنتخب المغربي اللي غادي يتاهل الدور الربع النهائي، كنشوف بكل صراحه بلي المنتخب المغربي قادر يتاهل الدور الربع النهائي بطريقه وحده، هو يحافظ على التراول البدني ديالو طيله المباراه، ولا قدر الله اذا مشينا ركلات الجزاء على اللاعبين خاصهم يكونوا باقين مركزين مزيان باش يحاولوا يتاهلوا على منتخب اللي كيملك واحد الحارس اللي ممتاز اللي هو ويليامز. اما من ناحيه التوقع ديالي للمباراه فكنعطيها بلي 60% للمنتخب المغربي و 40% لجنوب افريقيا. المهم في هذا الفيديو بطل الكومنتات وعطوني التوقع ديالكم لهذه المباراه، ويلا في تيكن معكم حفيظ.